حول الموضوع معنا من مكه المكرمه سيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي. سيد عبد الله مساء الخير، اهلا بك معنا. اطفال الروهينجا يعني هربوا من انتهاكات بحقهم، من اغتصاب من قبل الجيش، من ما عانوه من انتهاكات شامله عندما كانوا في بلادهم، لجأوا الى بنغلاديش الى مخيمات اللجوء، وها هو التقرير كما يقول قبل قليل وقعوا ضحايا لشبكات الدعارة والتجار بالبشر. توثيقات التي لديكم عن ما ذكره التقرير قبل قليل. نعم، حقيقة هذا الموضوع موضوع كبير ومأساوي، ونحن نتابع منذ فترة طويلة جدا، وخاصة يعني ظهر هذا الموضوع جليا في 2015 حين قامت أزمة قوارب الموت وتجارة البشر. هذه الأزمة التي يعني حقيقة كانت في بحر الدمان، خاصة بين تايلاند وماليزيا وميانمار، حين كان هناك الاتجار الحقيقي بالبشر وشبكات يعني الجنس والدعارة كانوا يأخذون الفتيات الروهينجيات بدعوة الهجرة إلى أماكن أفضل في إلى ماليزيا وأستراليا، ولكن في الأخير هم يقعون في شبكات يعني الدعارة ونحو ذلك وتجارة البشر تجارة الأعضاء. نحن حقيقة استغربنا كثيرا ما أن يحصل هذا الشيء أيضا في مخيمات بنغلاديش، هذه دولة إسلامية وفيها تعاطف كبير من قبل الشعب. وحقيقة حين كنا في مخيمات اللاجئين كنا يعني في فترة المساء يعني نتجول في قريب المخيمات، وكنا نشاهد حقيقة ظاهرة يعني كنا نستغرب منها منذ البداية، هي كثرة السيارات التي تقف على الشارع، وهناك فتيات تخرجنا يعني في اخر الليل. حقيقه لما تقصى الوضع وجدنا ان هناك يعني متاجره كبيره جدا يعني استغلالا للاحتياج الماس، وخاصه الكثير من الاخوات والفتيات يعني هربنا من مال الى بنغلاديش، وليس لديهن عائل وليس هناك يعني من ينفق عليهن. حقيقه الوضع جدا ماساوي، وخاصه إذا علمنا أن نسبة الأطفال قرابة 55%، وهؤلاء كلهم معرضون الآن إلى الكثير من الاستغلالات. طيب توثيقات، وأنتم حتى شاهدتم ذلك بأعينكم كما قلت سيدة عبد الله، شاهدتم الفتيات وهم يتجهن إلى أو ربما سيارات، وإلى ما قلت بأنه ربما توثيق عن حالة الدعارة. طيب هل من مطالبات لديكم مع السلطات في بنغلاديش مع الجهات الدولية لحماية هؤلاء؟ يعني بماذا قمتم بالمقابل يعني بعد ما شاهدتموهم؟ نعم، حقيقة نحن تحدثنا ورفعنا يعني تقرير لدى الجيش الذي يقوم بحراسة المخيمات والمناطق هذه. حقيقة يعني كان في تجاوب كبير جدا من السلطات ومن خاصة الجيش، ولهم دور كبير جدا. بعد ذلك رأينا حقيقة يعني الكثير من القضاء على مثل هذه الظاهرة، ولكن نحن نفاجئ الآن حقيقة على أن هناك يعني جهات كثيرة يعني نفاجئ كل فترة ونسمع اتصالات من داخل المخيمات من اختفاء فتيات قاصرات ومن اختفاء أطفال وأين ذهبوا حقيقة. وهناك أيضا يعني من الصور المأساوية التي نراها يعني خاصة مع الاحتياج، وتعرفون يعني قضية الحوجة والاحتياج إلى المال والاحتياج الى العيش والاحتياج الى لقمه العيش ولقمه الحياه اصبحت يعني شيء يعني شحيح جدا في تلك المخيمات، والاستغلال سهل جدا لهؤلاء الضعفاء الذين فروا وفقدوا كل شيء، لم يبقى منهم شيء يعني يحافظون عليه حقيقه في ظل هذه الماساه، ولا سيما انهم يعني كانوا من ماساه الى ماساه اخرى، وفي ظل حتى الغياب المجتمع الدولي يعني هذه الماساه وتسليط الضوء عليها. شكرا لك على هذه المداخلة سيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.